زي ما قلنا إنه من مقاصد إبليس وأعوانه تغييب العقل عند الإنسان. الإنسان اللي بيفقد عقله وتمييزه بيبقى معرض لاتباع كل خطوات إبليس في آن واحد، بيبقى فاقد المناعة، فاقد الحاجة اللي بتحميه. عقل الإنسان هو اللي بيعقله، يعني يربطه عن اتباع الشهوات من غير تفكير في المآلات في اللي جاي بعد كده والعواقب، عن الدخول في شبهات ما يعرفش ان هو يخرج منها تاني، تساؤلات وحاجات فكرية هو ما تمرنش ان هو يفكر برضه، فمحتاج عقل سليم. وعبر الأجيال المختلفة بدأ إبليس يرشد الناس لطرق يغيبوا بها عقولهم. في حاجات أصلا موجودة في الطبيعة الإنسان اكتشفها بنفسه، أنواع من النباتات اللي بتتاكل، أنواع من الحاجات اللي بتتدخن وغيره، لكن كمان بدأ يخلي الإنسان يستخدم عقله في خدمة نفسه الأمارة بالسوء. طب معلش ممكن تفهمني إزاي؟ النفس دايما عايزة تنفك عن القيود، عايزة إنها تشعر إنه مفيش مسؤولية، مفيش هم، مفيش غم، وده حقنا على فكرة إن إحنا تطمئن قلوبنا وإنه، لكن في فرق كبير ما بين نفس الإنسان اللي بترتقي فوق الهموم من خلال الذكر والفكر والشكر، ما بين نفس الإنسان اللي بتهبط وتدنو دون الهموم من خلال كيمياء أو نباتة معينة بتدخن، أو كيمياء بدأ الإنسان يخترعها، يستخدم عقله والساينس العلم التجريبي إنه يخترع حاجات معينة بتعطل مراكز معينة في المخ، بتدي إحساس بالسعادة مزيف يوفوريك وغيره، وبتحافظ على الموضوع ده فتدي سعادة مؤقتة وتخلي الإنسان لو كان خايف يواجه حاجة لا ما يقلقش يواجه بقى وخلاص، لو كان خايف يتكلم قدام الناس مثلا في المحاضرة وكده لا يتكلم في محاضرة، أو خايف يمثل مثلا دور أو إنه يؤدي أو يعمل، فيشيل مخاوفه مؤقتا بس يبتدي يدمر جزء من مخه ومن وعيه شيئا فشيئا لحد ما يتحول إلى شيء ما يفرقش كتير عن النباتات بل عن الجماد كمان. ألف مبروك يا آدم، مبروك يا عشرة، ممكن بقى تاخدهم بعد عشان صوركم. يلا يلا بنتفضل. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. ربنا يخليكم إن شاء الله. حبيبي يا تيمو. على ذكر يا جماعة، مكتب المراجعة اكتشف لخبطة في حسابات العملاء. فجايين يعملوا أوديت على الشركة كلها النهاردة. وعلشان كده عايز كل واحد فيكم ان شاء الله قبل ما الجلسه تفتح يسلم اوامر البيع والشراء بتاعت اخر 3 شهور علشان تتراجع. لخبطه من اي نوع يا ريس؟ هنعرف النهارده ان شاء الله. مبروك يا ولاد. ميرسي. الله يبارك لك. يلا 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 اميره، يلا اميره، يلا مبروك يا اشرف. بقول لك تعالى ادم، ماما عزمك على الغدا النهارده. ادم ادم مالك؟ بقول لك ماما عزمك على الغدا النهارده. لا لا انا مش جعان، مش جعان. يا شباب؟ لا يا فندم مفيش. لا في استاذ ادم كان ناسي الورق بتاعه. اتفضل.
ده واخد عقله يا سيدي. اتفضل يا فندم. عريس جديد بقى. بس يا فندم. نشر ثقافة تغييب العقل جزء من استهزاء إبليس بالبشرية. بيوجد لنا هموم من خلال الاستهلاكية وكل اللي احنا بندردش فيه ده مع بعض، وبعد كده يوجد لنا حل مزيف عشان نتخلص من هذه الهموم. فلا الهم حقيقي ولا الحل حقيقي، هو ده تعامل إبليس. الشيطان يعدكم الفقر بكل معاني الفقر، حتى الفقر إلى السكينة، حتى الفقر إلى التصالح النفسي، التصالح مع ذاتي، الشعور بأن أنا فعلا متخلص من الهموم بس مش عندي هم تاني اسمه لحسن أفوق. لحسن أفوق. وأي حد أدمن المخدرات وغيرها من الحاجات هيبقى عارف كويس قوي يعني إنه بيبقى خايف يفوق، بخايف يواجه الحقيقة، لأنه أدمن فكرة عدم المواجهة. تغييب العقل من خلال الكيمياء والمخدرات والخمور والكلام ده كله توأم مسموم للروحانية. الروحانية والربانية هي الأصل للإنسان اتخلق من أجله. إن أنا أبتدي أنفك عن القيود مش بإن أنا أرتقي، لكن بإن أنا أهبط وأدنو لتحت فأبقى مغيب عن نفسي وعن عقلي أصلا. ده التوأم المسموم، ده الناحية التانية، ده الطريق الغلط اللي عامل زي ما يكون شبه سكينة بس مش سكينة، شبه سعادة بس مش سعادة. ويفضل المدمن اللي ممكن يكون بدأ بمرة بيشتاق إلى أول لذة دقها لما جرب. هي فعلا المخدرات والحاجات دي هي أول مرة ليها بقى، وإلا إيه أصل إيه لازمتها إيه لو الأول تكة كده؟ التكة دي دايما في النازل بعدها، عمر ما خلاص المخ. المخ ما دام عرف الحاجة خلاص، طبيعة الدنيا كده بتقل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. حتى المخدرات دي آخرها إنها شبه لذة شبه سعادة، مش هتنفع، مش هتستبدل ربنا جوه قلب الإنسان مهما حاولت، لن يكون. فيبتدي الإنسان يجري ورا الجزرة دي اللي هي الهاي اللي داقه، الدماغ، التربة زي ما بيقولوا الشباب، اللي عملها أول مرة وعمرها ما بتيجي زيها بالظبط، فيفضل يمشي وراها. فحتى المخدرات فيها نفس المعنى ده. فكرة إنه الإنسان يدمن إنه غايب عقله دي حاجة خطيرة جدا جدا. وإبليس نحى فئة من بني آدم بكل بساطة بإنه مشاهم في السكة دي. كمان انا هروح، ولو المدير سال عليا اقول له ان انا تعبت ولا رحت في اي حته. امسك نفسك شويه، الهبل اللي انت بتعمله ده هو اللي هيخلي المدير ولجنه الجرد يشكوا فيك ويدوروا وراك. ولو دوروا هيلاقوا. لو حفر ورانا 7 كيلو محدش هيعرف يمسك علينا حاجه. بقول لك ايه، تعال معايا انا عايزك. يلا قدامي، ادخل قدامي. يلا في ايه يا عم؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ مفيش اي حاجه. قلت لك 100 مليون مرة يا آدم مفيش أي حاجة هتحصل. اهدى شوية، العملاء وهم الماضيين على كشوفاتهم، ومفيش حد منهم اشتكى ولا شكوى صغيرة، والأسهم اللي اشتروها هي اللي في حسابهم. يا ابني احنا لو حد قفشنا ممكن نتحبس، أنت فاهم؟ عامل له إيه ده طيب؟ تامر. إيه يا معلم؟ تعالى أما أقول لك. إيه يا سيجارة؟ مصلحة، مصلحة. امسك يا معلم. يا عم سيجارة ملفوفة عشان آدم. آدم. لا عشان آدم إيه؟ أنا ماليش في الجو ده، وأنا أصلاً مبطل. امسك يا عم مش. عشان تستريح وتعرف تتعامل مع البني ادمين. ربنا يخليك يا عم تامر، بس انا مش حابب. معلش تسلم. خد لك بس نفسين مرميه علشان تعرف تكمل اليوم. امسك يا عم، بقولك مش عايز. يلا بقى استبح بقى، اشرب ما تسيح لناش. انجز انا مفيش حاجه علينا ولا ايه؟ انا رشدت من يومك. امسك حبيبي يا تامر. صباح الفل. كملها كلها. اشرب. بيقولوا هيعملوا تسوية مع العالمية، علشان كده السهم هيعلى. لا حضرتك ست بيت وعارفة، التسوية لازم تكون على نار هادية عشان السهم ما يتحرقش من تحت. معلش حضرتك، استاذ ادم بس بيحب يهزر شويه. بالنسبه لموضوع التسويه ده مجرد كلام، لسه مفيش عليه اي دليل. شكرا. اتفضلي.
آدم هو وهي رشا. آدم رشا تعال لحظة عايزك. مالك في إيه؟ ولا أي حاجة. رشا هو هتجيبي بوسة. نعم؟ مش البوسة دي برضه تبقى فترة الخطوبة وكده. انت اتجننت ولا ايه؟ لا لا خلاص بهزر معاكي. في ايه؟ بهزر معاكي يا فندم. ايه ده؟ معلش يا رشا ربع ساعة هيبقى كويس. تعالى معاه. بقول لك ايه؟ مش هينفع اللي انت بتعمله ده، روح. لا لا روح ايه ده؟ البوليس زمانه جاي ويقبض علينا. اوعى تمشي. ها؟ اوعى تمشي. الله يخرب بيتك. اسكت اسكت. حاضر. يا فندم. خير يا ادم؟ في ايه؟ ايه اخبار ورق ايه؟ احضر نفسي ولا بيستظرف يا فندم. تخيل عايز يترقى البيه. حقي حقي بصراحه حقي. تعال سخطه وتترقى فيهم واحد طبعا. الدنيا اللي فيك يا اخي. عموما ورقك سليم. دي انت بس بزام عشان تترقى زي الاستاذ اللي واقف جنبك ده. زي ده؟ يلا روح على المكتب. روح على المكتب دلوقتي. روح يلا. حاضر يا فندم. حاضر يا جماعه. حاضر ماشي ماشي ماشي. الشباب بيكبروا من الاول من هم صغيرين بيحسوا انه انا مش جامد، انا مش قوي، انا مش حد في شلتي هبقى قوي غير لو انا اللي جربت الحاجات دي، غير لو انا جريء. ما ينفعش انا اسمي كده ما جربتش، لازم ابقى جربت. مع انه الانسان بتفوته هنا لفته مهمه جدا، انه اللي بيفضل يجرب الخمور والمخدرات والذنوب وغيره بيبقى في حاجه ما جربهاش. عارف هي ايه؟ ما جربش انه يكون ما جربش ابدا. ما جربش ان هو يكون طاهر ذكي بيزكي نفسه بجد. وهنا نتامل الايه الكريمه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان، ادي الاراده الشيطانيه، غلبان على قده بس يريد شيء وهو غلبان برضه. ابليس ابو كيد ضعيف. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يخلي بيننا عداوة وحروب وكراهية. في إيه؟ في الخمر والميسر. والخمر هنا زي ما بقول لك إحنا بنقيس عليها بقى كل ما يخمر العقل. هي مشكلتها إنها بتخمر العقل وكذلك المخدرات وغيره. في الخمر والميسر لما بتغيب عقولكم بتتخانقوا وبتكرهوا بعض وبتنسوا أنتوا هنا ليه؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. عن كل أنواع التذكر بالنسيان. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هتبطلوا ولا لا؟ موعظة حقيقية للي فهم خطة إبليس وغرضه لإفساد الإنسانية. هنا نفهم ليه ربنا لعن كل ما بيحجب العقل ويخمره. لعنه عشان بيحبنا، عشان ما بيحبش أبدا نغيب عنه، عايزنا دايما واعيين بيه لمصلحتنا. ولا يرضى لعباده الكفر. والكفر معناه تغطية على فكرة برضو، وتقدر تقول اللي تعود وأدمن تغطية العقل أدمن كفر وتغطية العقل. كفر تغطية الفطرة، تغطية طبيعتي الأصلية. ربنا لعن الحاجات المختلفة دي كلها علشان عايزنا دايما نفضل فاكرينه وذاكرينه، وعشان ادانا من خلال الذكر والفكر والشكر طريق لنرتقي فوق كل الهموم والقيود اللي تعبانا وإحنا هنا في الدنيا. فيجي الشيطان يفتح باب تحت الارض كده في التنسيه ان احنا ندنو دون همومنا وما نحلهاش ابدا. فعلا فعلا الافيون والمخدرات كده دين لناس كتيره جدا ولشعوب كتيره جدا. لو الانسان تامل بعمق حقيقه المخدرات والخمور وكل اللي بيحجب العقل وتفرج على اثارها وعواقبها بدقه هيدرك قد ايه انها اداه خطيره من ادوات ابليس بيستخدمها مع بعض الناس في جزء من خطته الكبرى لإفساد الإنسانية.